نبارك للأخوة في المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا، وهي اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأود أن أنتهز هذه المناسبة لأعيد تأكيد المؤكد مما يربط المملكة ودولة الكويت من علاقات تاريخية، علاقات عريقة، علاقات قديمة على كل المستويات، ابتداء بعلاقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله مع صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وعلاقة الشعبين السعودي والكويتي، علاقة اختلطت بها الدماء على هذه الأرض الطاهرة، علاقة ترجع إلى بداية تأسيس الدولتين، علاقة تؤكدها وترسخها المواقف المختلفة من الطرفين في كافة الأزمنة المختلفة. ولا أعتقد يعني بالنسبة لنا ككويتيين، لا يوجد كويتي ينسى مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله عندما تعرضت الكويت للغزو العراقي الغاشم، وقال: أما أن تبقى الكويت السعودية وإما أن تنتهي الكويت السعودية، لا يمكن أن تبقى واحدة وتنتهي الأخرى. هذه المحبة وهذه العلاقة المترسخة في وجداننا ككويتيين لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولكن نتوارثها جيلا بعد جيل. فكل عام والمملكة العربية السعودية بخير، ونتمنى لها إن شاء الله كل استقرار وتقدم ونمو في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه.